مع ضيوفنا في هذه التغطية، الآن نتابع مع الفنان الأردني منذر الرياحني، يحدثنا من دولة الإمارات. أهلا وسهلا بك معنا منذر. قبل قليل كنا نتحدث مع الأستاذ زهير النوباني وتحدثنا عن تأثير هذه الأزمة على الصعيد الفني. برأيك كفنان نشط على المستوى العربي، كيف أثرت فعليا هذه الأزمة على الإنتاج الفني، خاصة بهذه الفترة وقبل ماراثون رمضان للدرامي مقبل؟ ستي اول شيء الحمد لله على السلامه، وان شاء الله الكل يكون بخير. هذا اول شيء. رقم اثنين، انا دائما بحكي الشعار اللي حكاه، اول شعار حكاه جلاله سيدنا: الاردن على قدر اهل العزم. وان شاء الله نكون دائما عند حسن ظن جلاله سيدنا ان نكون على قدر اهل العزم. اول شيء الواحد بتمنى الخير للكل، وإن شاء الله ما يصيبنا إلا الخير. هاي البداية. نعم. بالنسبة للجواب على سؤالك ستنا، طبعا أثر الموضوع، أثر مش على الدراما ولكن أثر على العالم كله بكل النواحي. أنا اللي بدي أحكيه عن الدراما وبعيدا عن الفن، في يعني فيما مضى كانت حروب موجودة تقليدية، ولكن احنا الان في حرب فعليه جدا وحرب خطيره جدا وحرب من اقدر الحروب. هذا الشيء جديد علينا، ولكن مع التطورات اللي اجت بكل نواحي الحياه اجانا هذا التطور بهذا البايس اللي موجود. بالنسبه لتاثيرها على الدراما، كان في تاثير كبير في مسلسلات تمت يعني ايقافها تماما، ولكن دائما في اهم، يعني انا بحكي في الاهم مش الاهم. الان الواحد يفكر بالشيء الخاص، بانه مسلسله توقف او مسلسله ما كمل، ولكن حياه الناس هي طبعا اهم واهم واهم. نعم. طب يعني كيف تراقب هذه الأزمة عن بعد؟ كيف يعني تراقب ما يحدث بالأردن عن بعد؟ هل كنت تتمنى أنه تعيش معنا هذه الأجواء وهذه الفترة الزمنية وتكون بيناتنا بالأردن؟ أنا دائما بحب أعيش بالأردن، يعني بغض النظر إذا كانت أزمة أو مش أزمة، ولكن أنا بدي أحكي لك ردة فعلي وأنا خارج الأردن. نعم. كل الفخر إني أردني، وكل الفخر بكل الإجراءات اللي تمت في الأردن، وكل الفخر والاعتزاز بأنه إحنا الأردنية استطعنا إن نتكاتف وقدرنا نحكي للعالم إحنا بنحب بلدنا، ووصلت مسج واضحة جدا جدا جدا، ولأول مرة أنا بحكيها، ولأول مرة بصير تماهي حقيقي مع حب ما بين الحكومة والشعب. وأظن الشعب الآن اكتشف في هاي اللحظات الحرجة بأنه فعلا حكومتنا بتحب أولادها أكثر من أي مصالح خاصة أو مصالح معينة من زوايا معينة. الأزمة هاي بعد بعد هاي الأزمة أظن العلاقات رح تكون طيبة ما بين الشعب والحكومة، لنوصل لحلول كثير كثير عظيمة بكل شيء إحنا بدنا إياه. شكرا لكل فرد من اطباء وممرضين وجيش وشرطه، وهيك احنا كلياتنا، يعني احنا هيك كلياتنا، مهما صار معانا الا نخاف على بعض وما بنسخاش ببعض زي ما بيقولوه. نعم. فالحمد لله رب العالمين على هاي الروح، والحمد لله على هاي المحبه اللي ظهرت الان. منذر، احنا تغطيتنا اليوم بعنوان ايام غيرتنا، ماذا غيرت بك هذه الأزمة وهذه الأيام الاستثنائية اللي جميعنا عم نعيشها؟ والله يا ستنا، أنا أظن يعني اللي غيرته فيي بأنه مهما الواحد عمل أو مهما كذا، ما إله إلا أخوه، ما إله إلا صديقه، ما إله إلا الإنسان. أظن الكرة الأرضية كلياتها عم تتجمع على فكرة الإنسانية. يعني هون في دولة الإمارات كمان عملوا إجراءات جدا لطيفة إلى علاقة فقط في الإنسان. نعم. نسيوا أي شيء له علاقة في الاقتصاد، كما الأردن كما كثير دول نسيوا أي شيء له علاقة بأي شيء. في 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 دول بعثت سيارات مساعدات لدول ثانية، وكان ما بينهم ممكن عداء بسيط، أوكي،
شالوا كل هاي النزاعات ووصل الموضوع لقمة الإنسانية في هاي اللحظة. فممكن زي ما حكيت لك بأنه مرات الأزمة بتولد حب أو بتبين لك الطرف الآخر أو بتبين الجوانب الإنسانية. نعم فنان منذر الرياحنة، إذن على ما يبدو فقدنا الاتصال. عموما شكرا لك فنان منذر الرياحنة، ونتمنى أكيد الصحة والعافية لكل فنانين الأردنيين.